بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة والرشاد القضائية تفيد بقيام أشخاص بنقل وتخزين مشروبات كحولية بطريقة غير قانونية، وبعد مباشرة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية واستغلال المعلومات التي تحصلت عليها ذات الفرقة، مكنت العملية من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وضبط وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات والأحجام تقدر ب 28900 وحدة. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية وحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بشلف.